نورهان طارق بتسأل: أنا ممكن أقول إن أكبر إنجاز في حياتي إن حصلت على بكالوريوس تجارة برغم رفض والدي الشديد للتعلم، وفي وقت لما كنت في تالتة إعدادي ولو شافني بذاكر كان يقول لي: وأنت بتذاكري ليه وتعب نفسك ليه؟ أنت كده كده مش هتكملي حاجة، طبعا مش لطيفة، ويقومني من على المذاكرة. ولكن أنا أصريت وكنت بذاكر وفي وقت نوم وفي وقت وجود، والله انت بطلة، لحد ما جبت مجموع كبير وكان رافض برضو ان اكمل وادخل ثانوي، وحاولت اقنعه ولجأت لناس قرايبي عشان يقنعوا ان اكمل لحد ما فعلا وافق، وسبب ان المدرسة كانت قريبة من بيت ولكن بيتعامل معاه بنفس الطريقة، وكان ممنوع طبعا دروس خصوصية، او لحد لما ربنا كرمني وجبت مجموع كويس ودخلت الكلية بعد محاولات كثيرة عشان يوافق، وحاليا انا مبسوطة باني حققت حلمي. الف مبروك، وكنت سبب في فتح الباب لاخواتي الاصغر مني واثرت عليهم طريق طويل. ممكن اقول حاجه زي كده في مقابله العمل؟ الاجابه طبعا شابوه ويرفع لك القبعه وربنا يكرمك طبعا على هذا التفوق وعلى هذا الحلم اللي فضلت مصره فيه، ولكن في الانترفيو انا لا انصح انك تقولي ده. ليه؟ لان ده ممكن يدي ابعاد كده نفسيه للشخص، انه في بعض الناس يقول لك: ايه ده انت مريتي بظروف صعبه، انت اكيد طلعتي معقده، او يقول لك: يا نهار ابيض، ده انتوا يعني شفت بلاوي واهوال وهتيجي لنا بقى قرفانه وعندك نفسيه صعبه. فخلي بالك ان في ناس ممكن تحكم على الحاجات دي، في الغالب بشكل عام غير مفضل ان احنا نتكلم على امور شخصيه جدا داخل الانترفيو. هو في الغالب بيقدر: ايه اكبر انجاز انت حققتيه؟ في الغالب حاجه مثلا زي انك مثلا كنت متطوعه في الجامعه في انشطه طلابيه ونزلنا حققنا كام. وعاده الاتشيفمنت او الانجازات لما نيجي نذكرها في الانترفيو عاده بيكون حاجه ارقام، يعني حققت مثلا، جبنا مثلا تبرعات لمتضررين مثلا بقيمة 10,000 جنيه، جمعنا معرفش 50,000 جنيه وجبنا بطاطين ووزعناهم. لا ده انا كنت اشتغلت في الصيف وحققت معرفش تارجت كذا، ده انا بتعلم لغات كذا كذا ووصلت مستوى C1 في اللغة الانجليزية رغم اني تعليم حكومي. ده انجاز يتقال، يعني انت ممكن تقوليها بالطريقة دي، لكن تقولي لهم بقى ايه: والدي واللي حصل، وكان والدي معارضني ومعرفش ايه، واخويا ومرات اختي ماسكه في اختي ايه ده، يعني مرات اخويا ماسكه في اختي ومعرفش ايه حماتي. لا كل الحاجات دي مش مفضله، وهو يبص لك: ايه ده انت دخلتيني ايه الحتت دي. وفي الغالب وانت بتتكلمي في الانجاز ده في الغالب انت هتكوني متاثره، اذا كنت انت بتكتبي في الغالب وانت متاثره، فما بالك ده هيبان قدامنا وانت قاعده: والدي وقال لي وعمل لي. وحتى لو مسكتي نفسك لا، ده هيبان انك اوفر دراما. طبعا احنا مقدرين وانا مقدر جدا الانجاز اللي انت عملتيه، وده حاجة مشهودة وحاجة نرفع لك القبعة واشكرك عليها جدا، لكن في الانترفيو دايما نحاول نجيب حاجات نيوترال، حاجات حقيقية، ما ندخلش قوي في التفاصيل دي، وربنا يوفقك.